فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب على الأب أن يهجر أبناءه الذين لا يصلون علما بأنه قد قام بنصحهم والإلحاح عليهم مدة طويلة؟ بلا شك يجب عليهم، يجب على الابن يهجر أباه إذا ترك الصلاة متعمدا، يجب على الأب أن يهجر أبناءه. قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم.